السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير النهار ان شاء الله. مش هي الحوت، ولكن عندي واحد الطريقه اللي زويونه غنشاركها ان شاء الله معكم. الاول مره كنشارك الطريقه هذه، من وجد نوريكم اغلى ديال الحوت. الغلا فين وصل كما كتشوفوا، دابا الثمن الحقيقي قريب 9 اورو، حيت انا جيت للتالي ما لقيتش، ما بقاش عندهم الحوت وخديته ب 7 اورو 93. هادشي اللي كما كتشوفوا دابا، من بعد ما صلتو مزيان بحال هكا، الطريقه اللي كندير لي انا، كنرشد الملحه مزيان، ومن بعد كنعصر عليه الحامض بحال هكا. زول غير هذا كما كتشوفوا، نعصر عليه الحامض. ملي كديروا الطريقه بحال هكا في الشبيكه، كيولي يهبط كلشي كحل منه، يعني واخا راه طري لكن كي داك الماء ديالو كيطلق الماء كلشي كحل. من غنعصر عليه بحال هكا ونخليه شويه وعاد غنرجع. من بعد ما غسلت الحوت خليته يتقطر، انا درت القزبر قطعته مزيان مع المعدنوس والثومه محكوكه والملحه. دابا غندير شويه الحار اللي بغاه، غندير الزيت البلديه هكا معلقه، غندير معلقه الكمون كما كتشوفوا، نص معلقه ديال التحميره بحال هكا، وكنخلط خلط مزيان. دابا بعد ما خلطتها مزيان ضروري كنزيد شويه الحامض كما كتشوفوا، وصافي. دابا غنجيب الحوت وغنديرو لداخل. دابا من بعد ما شرملت الحوت مزيان كما كتشوفو، درت الحوت لداخل وشرملته مزيان، دخلت فيه الشرموله، ودابا بغيتو تخليوه يرتاح ولا دوزو طيبوه ديريكت. وانا غنوريكم الطريقه، اسهل طريقه وما كتخليهاش حتى الريحه بزاف في الكوزينه. كما كتشوفوا دابا رجعت من بعد ما خليت السردة ديالي يرتاح واحد 10 دقائق، كنجيب مقيله اللي ما كتلصقش، كندير فيها الزيت البلديه ماشي الروميه، وكنجيب السردة ديالي كنستفو بحال هكا، وكتخليو لي سباس ما بين السردة ديالها والسردة ديالها باش ما كتلصقش بحال هكا. والبوطه ما تكونش مجهده بزاف، ومن تحسوا به طاب تحركوها غير اون فوا، ما كتبقاوش تحركوا وتعاودوا. الا بغيتوا كاع تحركوا، كتحركوا بالمقله يعني باش ما كتلصقش في المقله، كتبقاو تحركوا غير المقله بحال هكا. وكما قلت لكم البوطه ما تكونش مجهده بزاف باش كيطيب على خاطرو، يعني الطريقه مختلفه على الطريقه اللي كنديروا ديما ديال القلي. ومن كيطيب كنديروا في الطبيصل، وكنديروا شويه الكمون اللي كيجي لذيذ بالكمون. وكنقول لكم الصحه والراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.